حيث تحصلت سنة في موسم 1984 85 84 بالضبط 82 83 على المرتبة الأولى في نهائي هذا البرنامج. منذ ذلك الحين وأنت تتعاملين مع الأستاذ الملحن عبد الرحمن العياد، وهذا التعامل أثمر على العديد من الأغاني. قدمنا أغنية عن التوج توا الوقت الحاضر عندنا 22 أغنية ما شاء الله. اللهم صل على النبي، بارك الله. و أن هما الأغاني حسب رأيك أنت اللي نجحوا أكثر بالنسبة للسادة النظارة بطبيعة الحال لجمهور الأغنية التونسية؟ عملت عديد الأنواع، عملت القصيد، عملت الأغنية الخفيفة، ومنعرفش فما كل نوعية خذت رواج. على كل فما نوعية خاطر الجمهور شي يحب، فما اللي يحب الأغنية الخفيفة، فما اللي يحب الأغنية الطويلة ولا القصيدة. شخصياً أنا أقول أغنية الأم كانت من أحلى أغاني الفنانة ذكرى محمد. شكرا. لأنها كانت تحية بصدق إلى الأم، بكل إحساس غنت ذكرى محمد هذه الأغنية. وأخيرا ذكرى محمد تعاملت مع ملحني ليبي وأثمر هذا التعامل على ثلاثة أغاني حسب ما أعتقد. ثلاثة. شنو هي عناوين الأغاني هذه؟ ثلاثة أغاني، لي زمان. نعم. نسأل عليك. نعم. والحب النقي. شكون الملحن؟ الأستاذ خليفة زليتني. والكلمات؟ الكلمات للشاعر الكبير عبد الله منصور. أنا شخصيا حي مثل هذا التعامل ما بين المبدعين في تونس وفي ليبيا، لأنه يثمر في الأخير على عمل مشترك، عمل تونسي ليبي لحما ودما، وذلك في نطاق تدعيم التعاون في مختلف المجالات بين البلدين أو بين البلد الواحد إن صح التعبير. عينة من هذا الإنتاج سنستمع إليها وسنشاهدها الآن، وهي أغنية لي زمان. لي زمان، تفضل ذكرى. شكرا لذكرى محمد على هذه المساهمة. حبيت نقول لك ذكرى ونذكر كذلك على النظارة أن لنا عودة مجددا بعد حين مع الفنانة ذكرى محمد لتقدم لنا أغنية ثانية، وهذه المرة ستكون أغنية من ألحان عبد الرحمن العيادي وكلمات حسن قاسم. فعلا هاي وصلت، بدينا نوصل إلى ذكرى محمد. أنا ولا تقرأ قصة قصيرة، مجموعة قصص قصيرة. أيوة. جميلة، قصص حلوة برشا. حلوة. أي. عجبتك؟ اي والله عجبتني برشا. اما خير اغاني عبد الرحمن العيادي والقصص القصيره. ستقدمين لنا الان قصه قصيره. اي قصه قصيره، تنجم تعتبر قصه قصيره. تحكي مثل قصه عاطفيه صغيره. اش تقول القصه هذه طلعها ذكرى؟ تقول كنا في يوم التقينا والهوى باين علينا، بعد ما كنا ابتدينا انظلمنا وانتهينا. كلمات؟ كلمات الأستاذ عبد الحميد الرباعي. عبد الحميد الرباعي والحان الأستاذ عبد الرحمن العيادي. وما نعرفش لاحظوا فما نقاد لنا، العقدة موجودة، النهاية طيبة. دكتور محمود الحكم لكم، تفضل.